السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بحضراتكم في فقرة جديدة من فقرات برنامج أستاذ في الطب، وزي ما تعودنا في لقاءاتنا مع حضراتكم اللي احنا بنتكلم دايما على كل ما يهم أو يخص صحة الرجل، الجنسية والإنجابية. ويمكن احنا الفترة اللي فاتت وعلى مدى كذا حلقة اتكلمنا على موضوعات كتيرة تخص الضعف الجنسي وتخص علاجات الضعف الجنسي، واتكلمنا على ان العلاجات دي بتنقسم لثلاث مراحل رئيسية، وهي العلاج الدوائي والحقن الموضعي ثم التدخل الجراحي او هو زرع الدعامات في الأضيب. ويمكن لما اتكلمنا في الحلقات اللي قبل كده عن زرع الدعامات في الأضيب جات الحقيقة على الصفحة بتاعتي على الفيسبوك، ومن الناس اللي بقابلها كمية استفسارات كبيرة عن يعني ايه دعامة، يعني في اسئلة كتيرة جدا تخص هذه العملية اللي بتعتبر الحل الجراحي الوحيد لعلاج ضعف الانتصاب، واللي احنا دايما واللي انا دايما بقول عليها الحل النهائي والجذري لضعف الانتصاب. وزي ما اتكلمنا قبل كده وزي ما باكد دايما ان الضعف الجنسي مرض له حل، ولما بنقول الكلمه دي وبكل ثقه ده لان احنا عارفين ان في اسوأ الظروف لو كل العلاجات التانيه ما استجابتش فاحنا هيبقى قدامنا الحل الجراحي اللي هو زرع الدعامه اللي بيعتبر حل نهائي واكيد للمشكله. وعشان ما نضيعش وقت وعشان نكسب ان احنا نجاوب على اكبر قدر من الاستفسارات اللي تخص موضوع زرع دعامات القضيب، خلينا نبدا على طول. اول حاجه هو يعني ايه دعامه؟ احنا طبعا سمعنا كتير عن حاجة اسمها دعامات القلب. الدعامة ببساطة هي ان احنا بندعم عضو من اعضاء الجسم بحاجة خارجية. دعامات القلب معروف انها لما بتتركب بتساعد على ان تنظيم الدورة الدموية الخاصة بالجسم، بتساعد القلب على انه يقوم بمهمته بنجاح. نفس الفكرة بالظبط لما بنتكلم على دعامات القضيب. دعامات القضيب فكرتها ان احنا بندعم الانتصاب اللي بيجي للراجل اللي هو طبعا قل مع الوقت، اللي بتخليه ابتدى يشتكي انه عنده ضعف في الانتصاب، بندعمه بجهاز. الجهاز ده بيخلي يجيله انتصاب قوي، انتصاب تام كامل يقدر يتمم بيه العملية الجنسية بكل نجاح. دي ببساطة فكرة يعني ايه دعامة. طيب واحنا قلنا احنا سموها دعامة لانها بتدعم الانتصاب. عشان نحاول نقرب شوية لفكرة الدعامة خلينا نشوف احنا معانا صورة هتبين لنا تشريحيا القضيب شكله ايه. احنا اتكلمنا كتير على تشريح القضيب، واتكلمنا ان احنا عندنا تلات، الرسمة موجودة معانا او الصورة موجودة معانا، عندنا التلات انابيب، الانبوبتين اللي فوق دول الكبار هم اسمهم النسيج الكهفي، دول اللي بيتم فيهم زراعة الدعامة. في انبوبة تحت صغيرة دي المجرى البولي، ودي طبعا ملهاش اي علاقة بالانتصاب، مش موجود فيه اي نسيج مسؤول عن الانتصاب وما بيتركبش فيها الدعامات. الدعامة بتتركب، لان احنا لما بنقول الدعامة بنقصد بيها احنا عندنا سات اوف تو، يعني بنركب اتنين، واحدة يمين وواحدة شمال في الانبوبتين الكبار اللي موجودين قدامنا على الشاشة. الدعامة لو احنا حابين ناخد ولو فكرة مبسطة عنها، انا الحقيقة جايب نموذج للدعامة. الدعامة دي بتبقى حاجة سيليكون، يعني زي ما احنا شايفين كده هي سيليكون من بره، طبقة عليها طبقات بتساعد على ان الجسم يقبلها بحيث ان ما يكونش فيه اي مشكلة تخلي الجنس يرفضها، تمام؟ من جوه يعني من بره هو الكفر او الغطاء السيليكون، لكن من جوه موجود حاجة اسمها سيلفر واير او المعدن اللي بيدي الصلابة واللي بيدي القوة اللي بتخلي الانتصاب كامل. احنا عن طريق الدعامه دي بنزرعها زي ما شفنا من شويه في الصوره في الانبوبتين الكبار اللي هم فيهم النسيج الكهفي اللي مسؤول عن الانتصاب. ده طبعا بشكل مبسط فكره الدعامه. خلينا بقى نبتدي نمشي سؤال سؤال كده ونجاوب عليهم. احنا اول سؤال كان جالي على الصفحه بتاعتي على الفيسبوك، وكان بيقول المريض انا عندي 75 سنه، الرغبه عندي عاليه جدا وكاني شاب في العشرين، لكن الانتصاب عندي ضعف جدا، هل الدعامة تعتبر حل؟ الدعامة ملهاش سن، يعني حضرتك ممكن نبدأ نركبها طالما في مشكلة في الانتصاب، ممكن نركبها عند شاب في العشرينات، وممكن نركبها عند رجل عنده 75 سنة أو يمكن أكتر كمان. ويمكن من حوالي فترة كده كنا ركبنا لراجل كان سنه تقريبا 82 سنة. ليه بنتكلم في نقطة السن؟ أنا الحقيقة دي نقطة بتهمني جدا. في رجالة كتيرة لما بتتخطى سن الستين، 65، سبعينات، وطبعا كل ما نزيد الفكرة دي بتترسخ أكتر عندهم إنه خلاص بقى، يعني ده خلاص أنا خدت حقي، أنا عشت العشرينات والتلاتينات والأربعينات وكنت كويس جدا، ما عنديش أي مشكلة، خلاص بقى طالما كبرت في السن طبيعي إن الانتصاب يضعف وخلاص أنا مش هسأل عليه.
ده بيتنافى مع فكرة الجنس. الجنس ده فطرة زيه زي الاكل والشرب. ما ينفعش ان انا اجي في وقت اي مرحلة عمرية حتى مع التقدم في العمر واقول خلاص انا كده مش محتاج، انا كده استكفيت وانا مش عايز. السؤال اللي جالنا ده بيلخص الحكاية. حضرتك بتقول انا عندي الشهوة عالية جدا، رغبتي في ان انا يكون في عندي مع يعني بيحصل علاقة زوجية منتظمة موجودة وموجودة بقوة. ده معناه ان دي فطرة عند حضرتك لسه موجودة زي الاكل والشرب، وانت من حقك انك تمارسها. فبالتالي لازم طالما ان حضرتك لقينا عندك ضعف انتصاب ليه حل مش مرتبط بسن، طالما حضرتك حابب انك تكمل في علاقتك الزوجيه، لان زي ما قلنا ده حق ليك وحق لمراتك، في اي سن ينفع ان احنا نعمل فيه، طالما هنتكلم بعد شويه في الاشتراطات بتاعه الموضوع ده. طيب في سؤال بيقول بعد العمليه، انا دلوقتي يا دكتور عملت عمليه الدعامه وركبتها، بعد ما اعمل العمليه هل الاحساس بيفرق؟ الحقيقه النقطه دي نقطه مهمه جدا لانها بتمس فكره تركيب الدعامه. احنا ودايما دي اللي بقولها للمريض عندي في العياده، لما بنيجي نركب الدعامه بيبقى مش غرضنا ان احنا نستبدل العمليه الجنسيه كلها ونحولها لعمليه ميكانيكيه، احنا فقط بنحاول ان احنا الجزء الخاص بالانتصاب خلاص ما بقاش مسؤوليه المريض، هو القضيب بقى منتصب بيقدر يجامع فيه بيه في اي وقت. لكن الفكره ان الاحساس مش بيفرق زي ما انت متعود. النشوه هي هي، القصف هو هو، لان يعني في كتير بيقول طب وانا لو ركبت الدعامه هينفع اخلف؟ اه طبعا، احنا ما بنجيش خالص ناحيه المجرى البولي، فبالتالي عمليه القصف لن تتاثر ابدا، تقدر تقذف عادي، تخلف عادي، الاحساس واحد، النشوه واحده، التبول طبيعي، فدي ملهاش اي علاقه. الحرق الفرق الوحيد قبل عن بعد ان الجزء الخاص بالانتصاب ان هو ان يحصل انتصاب كامل وقوي وناشف تقدر تتمم بيه العمليه ما بقاش مسؤوليتك، بقى مسؤوليه الجهاز. في سؤال، والحقيقه ده سؤال برضه مهم جدا وانا عجبني جدا ان هو ذكر لانه هيخليني اتكلم في نقطه مهمه. بيقول انا عارف ان العمليه بتاعت الدعامه دي بتتعمل من زمان، هي فعلا العمليه دي بتتعمل من اول من الستينات وهي بتتعمل. هل فيها جديد؟ اه طبعا الحقيقه فيها جديد. زمان لو احنا افتكرنا الصوره اللي كانت معانا من شويه اللي بتوري التشريح بتاع القضيب، كانوا اللي بيحصل انه تقريبا النسيج الكهفي ده كله بيتم استئصاله ويتركب مكانه الدعامه. الصوره معانا تاني. النسيج الكهفي ده اللي هو لونه احمر في الانبوبتين الكبار كان بيتم استئصاله بالكامل وتركيب الدعامه مكانه. دلوقتي في تقنيه حديثه جدا ويمكن شغالين بيها بقالنا فتره، يمكن مش كتير يعرفوها لكن المتخصصين في المجال يعرفوها كويس قوي، ان احنا لما بنيجي نركب الدعامه بنحاول على قد ما نقدر نحافظ على اكبر قدر ممكن من النسيج الكهفي. طب هو ده يا دكتور فرق في ايه؟ ما انا خلاص ركبت دعامه وبقى عندي انتصاب واقدر اجمع في اي وقت. لا، يفرق في نقطتين في منتهى الاهميه. احنا زي ما اتكلمنا من شويه ان احنا مش غرضنا ان احنا نقلب الموضوع لناحيه ميكانيكيه او انه الموضوع كله يتقلب لاداء اله شغاله، لا، احنا يهمنا جوانب تانية نفسيه تهم المريض وتهم الزوجه. احنا لما بنستأصل جزء بسيط من النسيج الكافي اللي هو بنعرف نركب فيه الدعامه بتقنيه جراحيه معينه ونحافظ على جزء كبير منه، ده بيفرق مع المريض في حاجتين. اول حاجه بيساعد انه مع الاثاره الجنسيه عند اللقاء الزوجي بيحصل اندفاع في الدم، يساعد ان القضيب يحصل فيه انتفاخ، بمعنى انه في دعامه في صلابه نقدر نجامع عادي، لكن في نفس الوقت مع الاثاره الجنسيه مع دخول الدم اللي بيحصل انتفاخ في القضيب. الانتفاخ ده نفسيا مع الراجل وبرضه مع الزوجه بيفرق جدا معاهم. الحاجة التانية، دخول الدم جوه القضيب في الجزء المتبقي من النسيج الكافي بيساعد على ان القضيب يبقى فيه احساس بالدفء، يعني يبقى القضيب درجة الحرارة بتاعته سخنة، غير كان زمان لما نيجي نعمل العملية دي ونشيل جزء كبير من النسيج الكافي كان القضيب منتصب مفيش فيه اي مشاكل، لكن القضيب ساقع لان احنا مفيش دم داخله. النقطتين دول بيفرقوا جدا نفسيا مع الزوج ومع الزوجه، فدي يمكن من احدث التقنيات اللي احنا نلجا لها حاليا في عمليه زرع الدعامات، وهو ده فائده السؤال ان احنا طبعا في جديد دلوقتي في العمليه. السؤال اللي جاي ده جالنا من سيده بتقول انا سمعت عن عمليه تركيب الدعامه، انا جوزي بيعاني من ضعف جنسي، لكن انا عندي سؤال، هل تركيب الدعامه ممكن يسبب الم للزوجه عند اللقاء الزوجي؟ الحقيقه طبعا لا. بالنسبه لو مريض ركب دعامه بالنسبه للزوجه ما يفرقش خالص على الانتصاب الطبيعي، هو بالنسبه لها هو برضو قضيب منتصب بيتم بيه العمليه الجنسيه بدون اي الم، زيه زي الانتصاب الطبيعي بالظبط، ما فرقش في اي حاجه. طيب في سؤال، والحقيقه ده السؤال بنساله كتير، يعني كتير قوي يجي لي المريض نمشي خطواتنا في العلاج ونوصل لمرحله ان احنا الانسب لينا
هو التدخل الجراحي. فالمريض بيسالني، هو يا دكتور انا لو عملت العمليه دي هيبان ان انا مركب الدعامه؟ في نقطتين الحقيقه انا بجاوب بيهم على المريض لما بيسالني السؤال ده. اول نقطه، هو انت ليه مش عايز شريكه حياتك يعني او زوجتك تعرف ان انت مركب دعامه؟ الحقيقه ده بيقودنا ان احنا طريقه تفكيرنا في الموضوع شويه لازم تتغير. يعني زي ما اتكلمنا ادينا مثل في اول الحلقه، انه لو انا مريض قلب وبقى عندي قصور في عضله القلب ومحتاج اني اركب دعامه، ده مرض عادي جدا ان انا الجا له الحل طالما الحل ده موجود ومش حل غلط. نفس الفكره، لو انا عندي ضعف جنسي وبقيت وسائل العلاج كلها مش جايبه نتيجه، الحبايه اخدناها وما اشتغلتش، اديناها بجرعات مختلفه مع ادويه ثانيه ما اشتغلتش، وجربنا حقن موضعي، يا اما الفكره نفسها ما كانتش محبذه من الزوج او انها ما جابتش استجابه، فخلاص احنا قدام مرض حله تدخل جراحي، دي مش حاجه عيب. لكن عشان برضه نبقى يعني كلامنا يعني برضه يطمن الساده المشاهدين، لو افترضنا ان احنا عملنا عمليه الدعامه، لا حضرتك مش بيبان ان انت مركب دعامه، هو بيبان قضيب منتصر. احنا بعد شويه هنتكلم عن انواع الدعامات، لا هو كل كمظهر خارجي مفيش اي حاجه تقدر تقول ان انت مركب دعامه في القضيب، المنظر منظر عادي خالص. في سؤال، انا مريض سكر وسكري ملخبط، ينفع اركب دعامه؟ الاجابه ده هو الدعامه اتعملت عشان مرضى السكر اللي احنا اتكلمنا قبل كده كتير كتير في حلقات كتير، وقلنا انه السكر من اكتر الامراض اللي بتؤثر على الناحيه الجنسيه. لكن انا برضو في المرات الكتير دي كنت باكد دايما على ان احنا لو احنا قررنا ان احنا نعمل زرع دعامه لمريض سكر لازم يكون سكره مظبوط. ليه لازم يكون سكره مظبوط؟ الدعامه دي على قد ما هنتكلم بعد شويه في تفاصيل جراحيه انها عمليه بسيطه ومش صعبه، لكنها عمليه في منتهى الدقه، بمعنى انا لازم اوفر لها الظرف المثالي لنجاحها، وبالتالي مفروض ان انا لما اخد القرار ان انا هركب دعامه لمريض سكر يكون سكره مظبوط. ودايما ودي النقطه اللي بنتكلم فيها كتير مع المرضى في العياده، لما بقول سكر مظبوط انا ما اقصدش بيه سكر حضرتك الصايم والفاطر بتوع النهارده ولا يوم العمليه ولا بعد العمليه بيوم، انا بقصد بيه حاجه اسمها السكر التراكمي اللي هو متوسط السكر في دم حضرتك في اخر 3 شهور. ليه بنؤكد دايما على النقطه دي؟ عشان حاجتين الحقيقه. اول حاجه، معروف ان السكر وبالذات لو كان ملخبط بيوجع في المناعه، ده بيخلي المريض اكتر عرضه انه ممكن يحصل له التهاب بعد زراعه الدعامه، ودي حاجه طبعا لا نحبذها على الاطلاق لانها ممكن تعمل مشكله في العمليه. الحاجه الثانيه، لو السكر فعلا ملخبط وبقاله فتره ملخبط، ده بيخلي النسيج يبقى عامل زي بالظبط، انا دايما بشبهها للمريض حته القماشه الدايبه، ما يستحملش وجود دعامه جواه. فبالتالي لازم يكون السكر مظبوط عشان نوصل لنسبه نجاح اللي هنتكلم عليها بعد شويه اللي هي 100%. لكن النقطه الجديده اللي انا حابب اتكلم فيها في الموضوع ده، لانه قابلتنا كتير ناس تيجي تقول لنا بص يا دكتور انا بقالي 15 سنه عندي سكر، 20 سنه عندي سكر، وما بعرفش اظبطه، باخد علاج، بلتزم في الاكل، لكن ما بتظبطش، حله ايه؟ حلو اللي احنا بالتعاون، لان احنا زي ما اتكلمنا قبل كده ان شغلتنا دي عباره عن فريق عمل. زي ما اتكلمنا قبل كده احنا من ضمن الفريق العمل بتاعنا ناس متخصصين في السكر، انا مش بعالج سكر، انا دكتور امراض ذكوره، لكن بقدر بالتعاون مع ناس متخصصه جدا محترفه في مجال السكر ان احنا في وقت قصير جدا نقدر نسيطر على السكر في الدم بحيث ان احنا نوصله لمستويات تبقى مستويات امنه ما تخلينيش ابقى خايف وانا بعمل العمليه. ده بنسميه شورت بروتوكول، عن طريقه المريض في خلال وقت قصير جدا نقدر نظبط له سكره بحيث ان انا لما ناخد القرار ونخش نعمل العمليه تبقى نسبه نجاحها 100%. في سؤال، هو يعني هيبقى صعب ان احنا نشرحه بالتفصيل لكن ندي فكره عنه. هو سؤال بيقول ممكن تشرحلنا الجراحه بتكون ازاي؟ طيب انا العمليه بتاعت الدعامه دي بسميها دايما ان دي العمليه بتتعمل بالشوكه والسكينه، يعني لازم فيها دقه متناهيه، دي عمليه بالشوكه وبالسكينه. هي عملية كتفاصيل جراحية يمكن ما تهمش السادة المشاهدين قوي، لكنها عملية بسيطة مفيش فيها أي يعني مثلا ما فيهاش فقد دم، ما فيهاش خطورة على حياة المريض، الكلام ده كله، لكنها عملية ببساطة اللي أنا الدعامة اللي أنا وريتها لحضراتكم من شوية دي بيتم زراعتها جوه النسيج الكهفي بتكنيك معين بطريقة معينة، واتكلمنا إن الجديد فيها إن إحنا ما نشيلش جزء كبير من النسيج الكهفي. العملية دي كلها على بعضها بتاخد حوالي من ساعة لربع ساعة بالكتير. فهي عملية جراحيا بسيطة ما فيهاش خوف ولا فيها قلق. يمكن التفاصيل الجراحية لو حضرتكوا دخلتوا على الصفحة عندي على الفيسبوك حضرتك ممكن تشوفوا فيديوهات ليها، عشان يعني مش هيبقى مجالها اللي احنا نتكلم فيها دلوقتي. طيب في سؤال تاني بيقول دكتور انا باخد ادوية سيولة
هل ينفع اعمل الجراحه بتاعت زرع الدعامه؟ ادويه السيوله غالبا بنشوف ان المرضى اللي بياخدوها هم المرضى اللي كانوا عملوا مثلا قلب مفتوح او كان عندهم مشاكل في القلب او تاريخ مرضي جلطات سابقه سواء في المخ او في القلب، فالناس دي بتمشي على ادويه السيوله. الناس دي طبعا معروف ان هو بيبقى عندهم مشكله في اي عمليه جراحيه او اي تداخل جراحي. لكن برضو بنفس الفكره ان احنا لما بنيجي نشتغل بنشتغل في اطار فريق عمل. اطار فريق العمل ده بيخلينا لما ينقابلنا مريض زي ده، مريض احنا عنده ضعف جنسي، جربنا معاه علاجات كتيره مش جايه معاه نتيجه، واخدنا القرار انه الانسب ليه هو زرع دعامه القضيب. اول حاجه بنعملها ان انا بحوله على دكتور القلب اللي هو بيتعاون معايا او بيشتغل معايا، عشان بنحوله قبل العمليه على ادويه سيوله تانية. مش بنوقف ادويه السيوله، دي نقطه مهمه جدا، مش بنوقف ادويه السيوله، بننقله على ادويه سيوله تانية يكون ملهاش تاثير معايا في العمليه الجراحيه، بحيث انه اقدر اعمل العمليه بكل نجاح من غير ما هي تتعبني في الجراحه بانه ده واحد عنده سيوله عاليه ممكن ينزف مني، فبنتفاداها بان هو بيمشي على ادويه السيوله. طبعا ما ينفعش نوقف، لكن بكورس تاني او بنظام تاني بحيث انه ما يتعارضش مع الجراحه، وفي نفس الوقت ما اذيش المريض، ما وقفوش ادويه السيوله وخليه عرضه انه يجيله جلطه تاني لا قدر الله. فده بيتم في اطار فريق عمل. والحقيقه ده بيقودني لنقطه انا دايما بتكلم فيها. الضعف الجنسي عرض لمرض، مش هو نفسه المرض. مريض السكر معاه ضعف جنسي، مريض القلب بيجيله ضعف جنسي، مريض الضغط بيجيله ضعف جنسي، ارتفاع الدهون، كل الكلام ده. فبالتالي احنا مش عايزين نبص للموضوع نظره قاصره اللي هو ايه، دكتور انا عندي ضعف انتصاب، جربت الحبايه ما جابتش نتيجه، مش عايز اخد حقن، اعمل لي عمليه. انا مش دوري اقول له حاضر يا فندم واركب لك عمليه واركب لك الدعامه. انا دوري اني ادور معاه على السبب، انقي افضل حل ليه، وده يتم في اطار فريق عمل نظبط بيه السبب الاساسي عشان لما نعمل العمليه نوصل للنتيجه المرجوه والنجاح الكامل. طيب في سؤال تاني بيقول انا عندي تليف بالقضيب وعمل لي اعوجاج في ومعايا ضعف جنسي، يعني انا جالي تليف عمل لي الاول اعوجاج وبعد شويه بقى في ضعف، هل الدعامه مناسبه ليا ولا لا؟ احنا هي كنا اتكلمنا قبل كده في حلقه منفصله عن ما يسمى بالمرض الغامض او تليف القضيب، وقلنا انه في مرحله مبكره ممكن يؤدي لاعوجاج في القضيب، وفي مرحله لاحقه لو لم يتم علاجه ممكن يؤدي الى ضعف جنسي. هل تركيب الدعامه مناسب للمرضى دول؟ طبعا، ده بالعكس انا بسميها دايما ان هو انت ضربت عصفورين بحجر واحد. يعني في الاول احنا لما يبقى فيها اعوجاج ممكن نعمل عمليه فقط للاعوجاج، بحيث ان احنا الانتصاب اللي كان فيه انتصاب كويس قوي، لكن كان القضيب في احد زوايا الانحناء سواء فوق تحت يمين شمال، فكان ده بيعمل اعاقه عن الممارسه الجنسيه. لما بعمل الاول لو كان الانتصاب كويس، ودي نقطه في غايه الاهميه، لو الانتصاب كويس يبقى انت كل اللي محتاجه مني اني اصلح لك الاعوجاج ده. طيب افرض يا دكتور بعد مرحله معينه ابتدى الانتصاب كمان يضعف، ساعتها هيبقى الانسب لحضرتك تركيب الدعامه، لان احنا لما بنركب الدعامه احنا كده صلحنا الاعوجاج وعالجنا ضعف الانتصاب. فهي بعمليه واحده بدل ما نعمل الاول اصلاح اعوجاج وبعدين نرجع نعمل تركيب دعامه، لا، طالما في اعوجاج ومعاه ضعف جنسي الانسب تركيب الدعامه، وبنضرب بيه عصفورين بحجر، بنصلح الاعوجاج وفي نفس الوقت بنعالج ضعف الانتصاب، فطبعا مناسبه جدا لحضرتك. السؤال اللي جاي ده الحقيقه سؤال مهم جدا وبساله كتير. هل حجم القضيب بيفرق قبل عن بعد العمليه؟ وفي سؤال دايما برضو بيتسال لي لما بناخد قرار ان احنا نركب الدعامه، هل يا دكتور بعد ما اركب الدعامه حجم القضيب هيكبر؟ الاجابه وبكل وضوح على هذا السؤال هو لا. حجم القضيب بتاع حضرتك قبل عن بعد الدعامه هو هو، مش هيزيد ومش هينقص. لو حاولت اني ازود فانا بعمل لك مشكله، لو حاولت اني انا اركب اصغر هيبقى مشكله. القضيب كل راجل فينا ليه مقاس معين، طبعا احد التقنيات اللي بنشتغل بيها اثناء الجراحه ان احنا بنقيس بالظبط طول وعرض القضيب جوه العمليه من جوه مش من بره. والدعامات دي معروف انها مقاسات حسب كل واحد ومقاسه. انا ما ينفعش اركب لراجل دعامه اكبر من حجم قضيبه، لان انا كده بحط الانسجه كلها تحت ضغط، هيبقى الدعامه شد عليها وده غلط. الحاجه الثانيه ما ينفعش اني اركب مقاس اقل، لو ركبت مقاس اقل كده الراجل ده ما استفادش في حاجه، لانه هيبقى عنده جزء من القضيب في ارتخاء وبالتالي انا كده ما حلتلوش المشكله. فدايما الاجابه على السؤال بتاع حجم القضيب قبل وبعد الجراحه هو لا، حضرتك قبل وبعد واحد،
ما بيختلفش لا ازيد ولا اقل، واللي يقول لك كلام غير كده تعرف انه كلام مش مظبوط. في سؤال كمان، انا بخاف من البنج يا دكتور، هل العمليه دي لازم تتعمل ببنج كلي؟ لا، احنا عندنا اختيارات كتيره في البنج. ممكن تتعمل ببنج كلي خفيف، العمليه زي ما اتكلمنا من شويه انها كل ما تاخد وقت اقل كل ما يكون احسن، فبالتالي احنا ممكن ناخد بنج كلي خفيف جدا، او ناخد بنج نصفي المريض يكون صاحي وواعي لكن الجزء الاسفل هو اللي متخدر، فدي ما فيش منها قلق ولا في منها خوف. طيب في سؤال كمان، الجرح بتاع العمليه بيكون شكله ايه يا دكتور؟ هي ده سؤال مهم جدا لانه بيندرج تحت نفس السؤال اللي قلناه قبل كده، هل انا هيبان ان انا عامل عمليه ولا لا. احنا بنختار الحقيقه مكان الجرح، هو جرح بسيط خالص 2 سم 3 سم بالكتير او 2 سم ونص، وبنختاره على بنعمله على الجرح بتاع الطهاره، بحيث ان الحته دي بيكون الجلد فيها اصلا مكرمش، فمع شويه مع التئام الجرح الموضوع كله بيخش في اطار بقى، يعني هو كله جرح واحد، مش محدش هيقدر يفرق ان ده جرح كان معمول لزرع عمليه الدعامه، زي ما اتفقنا انه كمظهر خارجي بعد العمليه مش هيبان اي حاجه. العمليه بتاخد وقت قد ايه؟ زي ما اتفقنا ان هي بتاخد حوالي من ساعه لربع ساعه، وكل ما يكون الوقت اقل كل ما يكون ده احسن عشان خاطر نقلل نسبه التعرض لحدوث التهابات. العمليه تتعمل فين؟ ده سؤال مهم جدا جدا جدا. العمليه تتعمل فين؟ لا، دي لازم تتعمل في اماكن فيها درجات التعقيم في اقصى درجاتها. ليه؟ زي ما اتكلمنا من شويه ان اكبر اخطار اللي بتهدد عمليات الدعامه او قد تسبب مضاعفات هو انه ممكن يحصل التهاب، فبالتالي احنا لما بنعمل العمليه دي بننقي الاماكن اللي نسبه التعقيم فيها هي اعلى نسبه، مفيش مجال الهزار في الكلام ده، لان احنا كده بنعرض الدعامه وللمريض للخطر. في سؤال مشهور جدا بيقول طب يا دكتور انا عملت العمليه عايز انزل شغلي، هفضل قاعد في البيت ولا ايه؟ لا، هيك انت لو عملت العمليه النهارده تنزل شغلك بكره، بعديها بيوم يومين بالكتير. لكن السؤال الاهم اللي بنتساله كتير، طيب امال انا هقدر امارس حياتي الزوجيه بعد قد ايه؟ تقدر تمارس حياتك الزوجيه خلال شهر من العمليه، يكون الجهاز تكيف على الجسم بتاع القضيب، وبالتالي نقدر نوريك الارشادات اللي هي ازاي تستخدمه، وبعد كده تقدر تستخدمه بكل سهوله بعد شهر من العمليه. طيب في سؤال، والسؤال ده برضو مهم جدا، انا عندي سرعه قصف، هل لو ركبت الدعامه المشكله بتاع سرعه القصف دي هتتحل؟ الاجابه وبوضوح لا. الدعامة القضيب بتحل مشكلة ضعف الانتصاب، ملهاش أي علاقة بسرعة القصف. لكن في نقطتين مهمين، أول حاجة لازم نبقى عارفين إن ضعف الانتصاب بيأتي مصاحبة ليه سرعة في القصف. لما بنحسن، ودي بقى في جزء نفسي فيه يعني، لما بنركب العمليه بنعمل الدعامه وبنزرع الدعامه والانتصاب بيتحسن جدا جدا، نفسيا المريض بيهدى، فالموضوع سرعه القصف ده بيتحسن. دي حاجه. الحاجه الثانيه، بندي ادويه بعد العمليه بتساعد المريض ان موضوع السرعه ده يقل شويه ويتحكم احسن في موضوع القصف. هل الدعامه فيها انواع؟ فيها انواع، واحنا الحقيقه معانا صورتين للدعامات. احنا عندنا نوعين من الدعامات، عندنا الدعامه المرنه او الصلبه، وعندنا حاجه هي اللي موجوده معانا على الشاشه دلوقتي، وهي صلبه اللي هي زي اللي كانت في ايدي من شويه نقدر بنتنيها. النوع الثاني اللي هي الدعامه الهيدروليك. الدعامه الهيدروليك دي فكرتها انها بتحاكي شويه الطبيعي، ان القضيب اثناء العمليه الجنسيه يكون في وضعيه انتصاب، وبعد شويه بعد انتهاء العمليه ممكن يرجع تاني لوضع ارتخاء، وده مش موجود في الدعامه المرنه، لكن هما دول الدعامتين الموجودين، وهما الحقيقه من انجح الدعامات. نسبه نجاح العمليه قد ايه؟ نسبه نجاح العمليه وبكل ثقه لو تمت في الظروف المثلى، اللي هو لو احنا عندنا سكر متظبط، شغالين ضمن فريق عمل متكامل قادر ان هو يبقى كل حاجه محطوطه في وضعها السليم، نسبه النجاح 100% بلا ادنى مبالغه. طيب في سؤال، والسؤال ده مهم جدا وبيجي لنا كتير في العياده الحقيقه، انا عندي ضعف يا دكتور لكن ما جربتش اي طريقه علاج قبل كده، هل اركب دعامه؟ الدعامه خط اخير وليس خط اول. يعني انا ما ينفعش واحد يجي يقول لي يا دكتور انا عندي ضعف انتصاب، طب يلا ركب لك دعامه. الدعامه بنلجا لها عند فشل كل وسائل العلاج الاخرى المتعارف عليها من علاج دوائي او حقن موضعي انها تجيب لحضرتك انتصاب قوي. الكلام ده ما ينفعش، نركب الدعامه، فدي اخر الخط مش اوله. السؤال اللي جاي سؤال مهم، انا سمعت عن حاجه اسمها جهاز الشفط، هو ده الدعامه؟ لا طبعا. الدعامة دي حاجة تانية، واحنا شفنا شكلها عامل ازاي. في حاجة اسمها جهاز الشفط، والجهاز ده لا يوصى به ابدا. احنا انا عارف ان هو طبعا بيجي في التلفزيون كتير والناس بتشوفه كتير واعلاناته كتير في كل حتة، لكن الجهاز ده لا يوصى به ابدا. ليه؟
في الاول قد مش بالضرورة قد يحسن الانتصاب، لكنه في الاخر بيكون احد عوامل زيادة الضعف، فبالتالي مش هينفع انا لا اوصي به ابدا، لا مش هينفع ان احنا نستخدمه كوسيلة علاج، لانه بعد شوية ده لو افترضنا اصلا انه جاب نتيجة في الاول، بعد شوية هيكون هو احد اسباب الضعف. جهاز الشفط ده لا يوصى به، وطبعا مش هو ده الدعامة خالص. في واحد بيسأل سؤال الحقيقة برضه بيتقال لنا، بيقول انا خواف، انا مش عايز اركب مش عايز اعمل عمليات يا دكتور، والعلاج مش جايب معايا نتيجة، العلاج الدوائي في حل تاني؟ اه طبعا في الحل اللي هو بتاع الحقن الموضعي، والحل ده ياما انقذ ناس كتيرة من انها تعمل عملية جراحية لو كانت بطلت تجيب استجابة على العلاج الدوائي. وبالتالي عندنا اختيار ممكن نلجأ له، لو ما جابش نتيجة مفيش مشكلة ان احنا نعمل العملية زي ما كلمنا من شوية، عملية بسيطة مفيش منها اي خوف ونقدر نعملها وبكل نجاح. طيب انا عارف ان الوقت قرب يخلص، فاحنا هنحاول نجاوب على الاسئله اللي ورا بسرعه. في سؤال بيقول، هي الدعامه لو انا ركبت دلوقتي دعامه يا دكتور هتقعد معايا قد ايه، وهل بعد شويه ممكن اغيرها او اشيلها؟ السؤال ده مهم جدا، لانه الناس بتفتكر ان الدعامه دي ممكن نركبها وليها عمر افتراضي، او ان احنا بعد شويه لازم نشيلها. الحقيقه انه لا، حقيقة انت ممكن تركب الدعامه تعيش بيها عمرك كله، ربنا يدي الناس كلها الصحه، يعني ناس ممكن تعيش بيها 10 سنين 20 سنه 30 سنه 40 سنه، زي ما اتكلمنا من شويه على ان الدعامات ممكن نركبها في واحد عمره 20 سنه 25 سنه باسباب معينه، 20 سنه 25 سنه 30 سنه. لو انا ركبت له وعنده 25 سنه 30 سنه مش هحتاج ابدا لغايه عمره، طالما انه ما حصلش مشكله فيها لا قدر الله، يعني طالما انه ما حصلش مشكله يقدر يعيش بيها عمره كله ان شاء الله، يعني 60 70 سنه مش هيحصل اي حاجه. فالدعامه ما لهاش عمر افتراضي، حاجة بتركبها وتعيش بيها عمرك كله. طيب في سؤال تاني، هي الدعامه يا دكتور مش جسم غريب، ازاي الجسم هيتقبلها؟ احنا لما شفنا المنظر بتاع الدعامه من شويه قلنا ان هي من بره ده غطى من السيليكون، تمام، ومن جوه في جسم حديد. الوظيفه بتاعت الغطى السيليكون ده ايه؟ الوظيفه بتاعته ان هو بيخلي، احنا المنظر اهو قدامنا، من بره في السيليكون ومن جوه لو شفنا في حاجه اغمق شويه اللي هو الحديد. الغطاء السيليكون ده وظيفته ايه؟ ده اللي بيخلي الجسم يتعامل مع الدعامه على انها جزء منه، ما بيلفظهاش ولا يعتبرها جسم غريب، بيتعامل معاها وكانها جزء من الجسم، ما بتطردش، الجسم ما بيرفضهاش، مفيش فيها اي مشكله. طيب في سؤال بيقول، انا حجم العضو الذكري عندي صغير، هل هينفع اركب دعامه؟ هو السؤال مش كده الحقيقه، يعني او يعني مش ده اللي المفروض نساله، هو انا لما بسال هنركب دعامه ولا لا، هو السؤال بغض النظر عن حجم القضيب، هو حضرتك عندك ضعف جنسي ولا لا؟ انا الدعامه دي بركبها بس لو انت عندك ضعف جنسي، فبالتالي حجم القضيب مش هو المشكله، احنا اتكلمنا قبل كده في حلقه منفصله عن موضوع حجم العضو الذكري. فالسؤال، لو حضرتك عندك ضعف انتصاب لم يستجيب لعلاج دوائي او حقن موضعي، ينفع تركب دعامه حتى لو حجم العضو عندك صغير، لان احنا زي ما اتكلمنا من شويه ان الدعامه دي مقاسات مفيش فيها مشكله. طيب في سؤال بس هنجاوبه قبل ما نختم، باخد حقن وجايبه معايا نتيجه الحقن الموضعي، بس مش حابب فكره اني لازم احقن نفسي كل مره بجامع فيها، هل هينفع اني اركب الدعامه؟ طبعا دي مشكله بتقابلنا ساعات مع المرضى اللي بياخدوا الحقن الموضعي، على قد ما هو نتيجه يعني بيجيب استجابه عاليه جدا وناجح جدا، لكن في مرضى فكره انه بيحقن نفسه كل مره ما بتبقاش مفضله قوي، فبالتالي طبعا ممكن طالما العلاج الدوائي مش جايب نتيجه وانت كحقن مش حابب الفكره ممكن نركب الدعامه. انا قبل ما اختم في نقطتين حابب اني اكد عليهم، الضعف الجنسي مرض له حل، زرع دعامات القضيب هو اللي خلى الضعف الجنسي مرض له حل نهائي وجذري. ياما حياة ناس كتيرة فرقت جدا، يمكن لسه قريب مريض من غير طبعا ذكر اسامي قعد لغاية سن الاربعين من غير جواز لانه كان خايف جدا من موضوع الضعف اللي موجود عنده اللي كان نتيجة يعني حاجة خلقية من ساعة البلوغ، وكان رافض فكرة الجواز وما كانش يعرف حاجة عن دعامة القضيب، ولما عرف الموضوع وعملنا العملية اتجوز والحمد لله لسه مخلف قريب. فالدعامة دي غيرت حياة ناس كتير، بنعملها في ظرف مثالي، بنعملها عشان تبقى نسبة نجاحها عالية جدا، والمريض بعديها بينسى موضوع الضعف ده تماما. المرض الضعف الجنسي مرض له حل بأكد تاني، ودايما دايما في المجال بتاعنا في امل سواء في الناحية الجنسية او في الناحية الانجابية. انا بشكر حضراتكم جدا والقاكم قريبا باذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.